رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الشيف وجدي ويليام، هيعمل لنا احلى وصفات اللحمه المفرومه النهارده. وانا حلقه اللحمه المفرومه، الشيف عاطف شرح لنا مكونات الذبيحه، شيف وجدي ويليام بيطبخ لنا حاجه ريحتها حلوه طحن. ولسه ما استوتش. هنعمل ايه النهارده يا شيف؟ النهارده هو طبق من روسيا عباره عن لحمه مفرومه، كاجو وكروم وبصل ملح وفلفل وادي جوز الطيب. جوز الطيب بطل في كام حلقه؟ الحلقه اللي فاتت جوز الطيب عامله شغل قبل اللي فاتت. وفص توم صغير بس كده. ملح وفلفل طبعا كان الشيف عاطف عملها لنا في الفص اللي فات. ونقلب اللحمه كويس. دي كده خلاص اتعصجت يا شيف؟ يعني كده بقت تبقى يعني هي كده متبقى خدت التيست بتاعها؟ تمام؟ حلوة فكرة الكرنب اللي في اللحمة. هو الطبق دوت في روسيا بيعملوه عبارة عن قالب كبير كده اهوت، وبيدخل الفرن بيستوي، وبعد كده بتختاري الصوص اللي انت عايزاه، صوص مشروم او صوص فلفل، او عندهم هناك مشروم رفيع صغير كده تحفه. اسمه ايه الطبق ده في روسيا؟ شوف ولا مالوش اسم؟ خلي الطبق خلي الطبق بس نحط عليه جنب. لا لا اسمه صعب شويه بس واحنا هنوافق. لا لا عشان ما نقلفش بس ويجي حد روسي يفهم. هناخد شويه بقى كده اهوت، واحنا عشان نخلصها بتاعنا ونعملها زي الميت بول صغيره كده اهوت، وبعد كده هنحمرها في قلب الزيت، او نروح بعد ما تحمر نروح حاطينها في قلب الصوص بتاعنا وتيجي. طب ما ساعدك ولا ايه؟ ايه رايك؟ حاطين على النار يسخنوا، نكسب وقت عشان المشاهدين ما يزعلوش مننا. ادي واحد طبقين كمان. لا انت تانية دي مثلا؟ نو دي الاول دي صح؟ دي اللي انا عاملها؟ ايوه يا رب لما يتحط في ايوه اهي ولعت لهناك، انت ضفيتها تاني. والله؟ لا مش تمام اهو تمام كده دي؟ كريم طلعت في البوتاجاز كده خلاص لقيت عيون عيون لقيت ولا كله عيون لقيت كريم تمام كده؟ طب ما نجيب واحده صغيره. ماشي نجيب واحده صغيره. نجيب واحده صغيره اهو ولعنا كده. ايوه ماشي ناخد دي كده. نجيب واحده صغيره للشيف وجدي. ايوه تعبتك انا. لا بس عارف ليه تحس ان هو الشيخان تحس ان كريم ده المساعد اللهلوبه، عارف اللي هو عمال يروح شمال ويمين وتجاري. طبعا شيخ محترم. نعلي ولا نوطي يا شيف؟ لا خليه هادي. ميديوم دي عليا. ماشي كريم خد ماشي نعلي دي ونوطي دي. تمام ونغطيه الملح. زيت بقى هنا؟ زيت اي زيت بقى؟ زيت زيتون ولا زيت عادي؟ لا ممكن زيت عادي. زيت عمر. تمام تمام يعني قال لي يسخن ده عشان نقلي فيها. تمام وهنا كمان شوف هنا سنه صغيره سنه صغيرة يا كريم. القارورة بس انا جاهز. هات بقى حاجة عشان نقلب بيها. اها معلقة مثلا كده؟ لا مش دي. هات دي؟ لا دي؟ دي؟ اي مقصوصة؟ المقصوصة طيب. مش كده يا شيخ؟ هنزل لك بقى البصل. بس ما هو المقصوصة دي مش هتنفع مع التيفال. فممكن نستعمل مش هتخرب الحمرا دي يا كريم. في الفن بقى، ما دي الحاجات اللي حضرتك ما تعرفهاش. انت مش يعني مش شيف محترف. لا انا شيف محترف. وانا في التيفال. ايوه. كنسيها بس. ايوه تمام. وبعدين مراتي مش موجوده اجرح الكاسة زي ما انا عايز. ما حدش هيزعقلي. الشيف الموجود. الشيف وجدي ويليام هو المنظم بتاع البصل. بصله والمشروم ومعاها الديمي جلاس الباودر اللي احنا بنقلبينه شويه ميه عشان يدي الصوص بتاعنا. طب انا عايزه حضرتك يا شيف تقول لنا الديمي جلاس ده عباره عن ايه؟ عشان في ناس كتير ما تعرفش الديمي جلاس ده عباره عن ايه؟ عشان نعمله في البيت اجيب عظم وعظم التلو واحرقه في قلب الفرن، ولما يبتدي يتحرق اروح حاطط معاه خضار، جزر وبصل ورق لور كرفس، واخليهم كلهم يتقلبوا مع بعض لغايه لما ده بيتباع صح؟ ده بيتباع جاهز عيلة. بس هو في ناس بتحب تعمله في البيت بتبقى عايزه تعرف بالظبط.
انا طبعا هروح اشتري شويه حاجات من عند الجزار بعظم وكده اهوت، او اخليه يقطعهم لي وانا او يكسرهم لي وادخله في صينيه في الفرن لغايه لما يبتدي يتحمر. بعد كده ابتدي احط الخضار. ليه ما بحطش خضار من الاول؟ لان العظم هياخد وقت كتير قوي هيبقى الخضار اتحرق. احنا هنا الريحه بقت عنيفه. المشروم اتفصل ريحته طلعت كده. طلعت نازلين بشويه ملح صغيرين. لما بحط الملح صغيرين مع شويه المشروم على الزيت بيخلي ريحه البصل؟ لا مش ريحه البصل، بيخلي طعم المشروم يطلع في قلب الصوص. سنه صغيره قوي. ملح صغير. لما نشوفكم هنعمل كده. كريم بقى. كده هعمل لنا مش يعني مش هو ده كده. ايوه كويس. وبعد كده هو بعد لما بنحرق الخضار مع اللحم بيقعد حوالي من 6 ل 8 ساعات على ما يستوي. ما يبقاش نار عاليه قوي، لا بيبقى نار هاديه كده بتحمص. بعد كده بناخده في حله ثانيه ونجيب خضار هو ونقلبه، بصل والورق اللور والكرات والكرفس، ممكن نحط عليه كمان طماطم مقطع، ويتقلب كل دوت مع بعض ونروح حاطين ميه. انا عايز اسال اللي بقى 8 ساعات 10 ساعات انا هشتريه لغايه لما يصفي البراهريز بتاعت العظم الطاقه. انا عندي سؤال. احنا لما حطينا وتركنيه في الثلاجه شويه هتلاقيه عامل زي الجيلاتينه. اؤمر معاك. ما عندي سؤال. الزيت ده سخن؟ لا الزيت ده فيه راح فين؟ يعني الزيت هو المشروم بيسحب الزيت؟ بس انا قعدت الحته البيضه دي حطينا زيت ولا ما حطيناش زيت ولا ايه؟ طب كل حاجه كده ده خلاص. طب ننزل كده الخضار بتاعتنا. ايوه الريحه قويه جدا يا شيف والدي. ده بقى هنقلب ولا هنخليه ولا ايه؟ لما هتستوي. ايوه بحرج التماسك يا رب. هل ده كمان؟ كريم لو حاجه جت عليا بنزل الحلقه يعني. خلي بالك الصف الاول دوت على طول مصاب. ما انتوا برضه الهواه لما بيتكلموا مع المحترفين. ايوه كده شايف ولا طبعا طبعا انا المره الجايه اجي لكم بايبرون زي اليونيفورم زي بتاع الشيف وردي. ايوه احلى ايه ولا يا شيف عطف؟ ماشي مش بتعملوا كده في ال ما بتعملوش كده؟ ازاي؟ كده نفسي اعملها دي. لا تعالى يا شيف عطف عشان المره الجايه اعملها حلقه تعليميه. تقيلة قوي. نقلب الصوص دوت لو عايزينه مربوط هيبقى كميه الباودر كتيره شويه. لكن هي شكلها خفيف كده فهنحط شويه صغيرين وبعد كده نسيبها تغلي هتلاقيها ربطت معانا. ده عطار ولا سوبر ماركت؟ ديمي جلاس. ديمي جلاس؟ لا ده جاهز باودر جاهز. من ايه؟ يعني عطار ولا سوبر ماركت؟ لا مش سوبر ماركت. اتفضل شوف. تمام؟ نقلب تقريبا هنا. اتفضل بقى حضرتك بقى عشان البودره ما يصحش برضه يعني. انت سهلت معايا زياده عن اللزوم. احنا ممكن ايه بقى نقلب دي بالكفته بمعلقه ولا ايه؟ هتحرج هتحرجها يا شيخ؟ هتحرج الكفته. ده بالراحه كده. ايوه نعم. لا والله انا بقيت كويس قوي، انا بقيت استاذ دحرجه كفته. ايوه بس لازم تستوي يعني مش تدحرجها. ما هي استوي سيبها على جنب واحد. انا بنفذ الاوامر يا شيخ. يعني القلي عشان تستوي. لا القلي بس عشان يقفل المسام بتاعتها وبعد كده بنقلها للصوص عشان تكمل استوى عشان تاخد من طعم المشروم وتدي لصوص المشروم طعم. طيب حط جنبه ايه الطبق ده؟ ممكن بطاطس، ممكن ميش بوتيتو، ممكن رز. تحفه الريحه. انا مش قادر اقول لكم قد ايه الريحه حلوه هنا في الاستوديو. طبعا هو كل دم هتبقى ريحتها طبيب بس يعني انا ما عنديش مانع ان ارجع كده البيت. ايه رايك؟ انا عندي فكره. اتفضل. احنا كده تقريبا خلصت الطبق بتاعي. ابتدينا علشان فاضل بس نحطهم على بعض يستووا. تمام تمام. نبدا الطبق بتاعي. اخش. طيب اخش انا. هعمل لكم النهارده حاجه سريعه مريعه تطبخ بسرعه تتاكل اسرع، حواوشي اكسبرس. ايه رايك يا نبيل؟ بص هقول لك حاجه الان مع الشيف كريم. وظيفات سهله وسريعه. انا هخلص الكلام ده المفروض كله في 3 دقائق. طبعا في حاجات انا اوريدي مجهزها، على ما اخلص انا هيكون الشيف وردي خلص. هندوق طبعا اكل حلو هنا، هندوق اكل عملي. لا والله هتطلع حلوه قوي. طب دي لحمه مفرومه.
انا اوريدي معصاجة وحط عليها ملح وفلفل. ما اعتقدش ان اي واحده من ستات البيوت عندها اي مشكله انها تسوي لحم مفروم. هتسوي اللحمه المفرومه هتحطي عليها طماطم، هتحطي عليها او هتحطي عليها على فكره عشان انت ممكن يكون راجل بيعمل الحركه دي، هتحطي عليها فلفلايه، هتحط شويه بصل متقطعين حتت صغيره، ليمون، هيطلع طبق شكله كده اهو. تمام. الخطوه اللي جايه بعد ما عملنا القصه دي، عيش بلدي هناخد وشه جايبينه كده، ممكن معلقه رشا، معلقه طويله اللي في الجنب دي يعني. ايوه سلام. ثانك يو يا شيف. ميرسي. هناخد اللحمه نحطها كده. السرعه في الاداء. لا ما هو سريع قوي زي ما انتم شايفين. اللحمه طبعا يعني اوريدي مطبوخه، انا طبختها علشان حفاظا على حقنا للدماء. تمام. ممكن انا بحب دايما في كل حاجتي انا بحب الليمون، فلو انت عايز تضيف لها مزازه صغيره كده ممكن شويه جبنه شادر او جوده. حلوه. ممكن تعملي من غير جبنه. يترن كده. حواوشي مختلف. تلف رول كده. ايوه اهو. يلا افتح محل بقى. ما ايوه. سريع. وبعدين بتاخد ده سيخ كده توث بيك اللي هو بتاع اسمه ايه السيخ ده يا شيف؟ بتاع الباربيكيو. شيش طاووق. ايوه خلة شيش طاووق. تاخدها زي ما هي كده. اوكي. وبالسلامة على الفرن. وبالسلامة على الفرن. اوكي. هتاخد قد ايه في الفرن ده؟ بسرعة مش حاجة. 10 دقايق لو الفرن سخن. انا اوريدي حاطط واحده قبل ما نشتغل في الفرن. اوكي. هوريكم بعد ما بتطلع من الفرن يبقى شكلها عامل ازاي. لا ما انا همسكها من الخلل برضو اللي انا كنت اهي اهي. اختراعات بس حلو. حلو. اه سريع سريع. بص بقى هنا بقى ايه الصياعه. ايوه. هنجيب كده طبعا عشان بس سخن شويه. هقوم مطلع الخله دي كده واقوم مطلع الخله دي الثانيه كده. طبعا التقديم والشكل ما اعتقدش ان هو بس زي ما انتم شايفين. لا ليه حلو. ماسك نفسه. اه. ومحمص طبق فيه الحواوشي. من بره ومقرمش من بره. ومقرمش من بره. ممكن بقى طبعا يعني نحط ناخد بقى جرش ونحط مثلا حته فلفل، نحط شويه طماطم، ممكن نحط البصلايه كده. انا هاكله. ونهويه الجبنه ممكن ان احنا نحط شويه جبنه عاملين كده كده كده. ثانك يو فيري ماتش. حواوشي بامضاء كريم. سريع طبق جديد حلو. سريع وسهل. واعتقد بقى ان لما احنا بقى ناكل بجد بعد الهرج والمرج اللي عملناه ده نشوف الشيف وجدي وصل لحد فين مع الاكل اللي انا ههجم عليه بعد الفاصل. اتفضل يا شيف. احنا طبعا الكور بتاعتنا بتاعت اللحمه اتحمرت. هي مش اتحمرت بالكامل، نص تحميره تقريبا. اتحطت بعد كده في الصوص ونسيبها بتكمل تسويتها في قلب الصوص علشان تاخد من طعم الصوص والصوص ياخد من طعم اللحمه بتاعتنا. هو مبدئيا الريحه هنا خرافه. احنا خلصنا يا شيف. ارجع انا بقى مساعد تاني مش كده. ارجع انا اقوم انا واخد دي كده. كنت ترقيت يعني. ما خلاص بقى نزلت تاني. ما ترجع زي عملت كاوز. ايوه اهو. ترجع زي زمان كده تقريبا يعني شويه كده وتبتدي تستوي. طب انا بقى ايه هلعب دوري كسو شيف. اوكي. وابتدي اجيب الطبق ونسيرف ولا هي لسه ما جهزتش يا شيف؟ ممكن خلاص سكينه صغيره قدامها سيكا بتاعتنا ونشوف كده اهو. جراح دكتور سنين. لا خلاص يعني ولا ايه لسه؟ لا لسه سنه. لسه سنه؟ طب احنا يعني ما الناس جاعت. الناس جاعت بعد ما فرحنا. لما عرفت الصوره بتاعتها لو حد فيها السكينه وطلعت معايا كتير ما استوعبتش. بس هي اوريدي هتبقى من جوه يعني رطبه مش كده شايف؟ عشان هي بتطيخ في صوص. فبتبان من اللون ولا من الملمس؟ من اللون. بتاع اللون اللحمه بيبان اذا كانت لسه محمره خفيف يبقى لسه نيه، لو بني كلها يبقى استوت. في ممكن لو في سكينه رفيعه بقى تنزليها فيها. أيوة. ولو حسيتي بصباعك او عندقني كده او شفايفك ان هي سخنه يبقى دي ممكن او في ارفع منها كمان. لو هي سخنه يبقى هي كده استوت من جوه. لو لسه مش سخنه قوي ودافيه يبقى لسه مستوي. انا في اي جرمش تحب احضره واحنا قاعدين؟ ممكن كرنب فلفل. ممكن حته الفلفله دي كلها.
لا مش كلها كده مثلا حته صغيره ممكن كده مثلا إيه؟ لا مش بينك بقى ما يعني شايف برضو يعني ممكن ايه احنا بنحاول اهو ناخد حته كده اهو بس طبعا الطبق مش هينفع ان احنا نقطع عليه دول امسكهم كده تمام هو لسه اصله طول الاكله السريعه في اي حاجه دي الاكله سلام كريم بقى في ايه سلام لا ولا جرنش ولا بتاع ده يعتبر يعني حاجه ولا حاجه وبسيطه يعني ده تقطع شبه المونستر اللي كان في حلقه امبارح بتاع فالنتينا عامل برضه رجليه كده بصل طماطم تمام لا لا خلاص طب نجيب حاجه ساعه ثانيه ودي لازم عليهم كل حاجه ولونها حلو كمان ده الديمي جلاس هو اللي بيغمق لا الـ 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 الطبق دوت على فكره مش هيكمل دقيقة بعد فاصل اللي هنطلعه أول ما الشيف وجدي يخلص الغرض لازم هنطلع فاصل سريع وهندوق وهنقول لكم هندوق الأول؟ أيوه هندوق الأول ولا أشرب؟ ندوق الأول؟ طب بقول لك على حاجة هندوق ونطلع فاصل في نفس الوقت أنت نفسك تدوق من عندك أنا ما كنتش عايز ما هو معلش برضه أنا باظت عليا الله ممكن دي البهاريز بقى الله البهاريز شكله حلو قوي ده عايز استعدادات بس هو سخن قوي كمان هنستحمل طب انا بس اوريكم يعني باين باين طعمه من شكله لغايه لما تدوق ايوه ضيوف نطلع فاصل ونرجع لكم تاني فاصل صغير وهنرجع لكم مع الشيف وجدي والشيف عاطف في برنامج استباحه رشا ونرمين نراكم بعد الفاصل